كاس افريقيا بدون المغرب راه ماشي مساله تنوش انا ولات كارثي عند الاختصاصيين في الكره في افريقيا يمكن عند الشعب المغربي وي ولكن اش رجعنا التاريخ ديال الكره المغربيه المشاركه الافريقيه تنعرفوا ان كاس افريقيا قداز السنوات بدون المغرب ولكن كتبقى انه المغرب وكان فريق قويه اللي ما مشاركاش بحال نيجيريا بحال غانا بحال عفوا مصر فهي كتعطي واحد المظهر اخر لكاس افريقيا والمتابعه تكون قليله على مستوى بزاف ديال الناس اللي كاينين متبعين كرة القدم الإفريقية لأن ما كاينش المنتخبات القوية اللي كتعطي مظهر آخر بالنسبة لكأس إفريقيا بالنسبة للمغرب فكنظن أنها هي خسارة بالنسبة للكرة المغربية عهد جديد إمكانية مادية كبيرة كلشي كان كيستبشر خير الزكي جا غيدير غيفعل ولكن كنعرفوا كلنا الظروف كانت قرار ديال الدولة ما يمكنش إنسان يناقشو المغرب 76 لعب بالنهاية في 2004 كاين منتخبات يمكن المنتخب الايفواري دابا تيكون ديما مرشح على غير العاده منتخب لا كوت ديفوار عنده احسن لاعبين دابا كاين في افريقيا ولكن في كاس افريقيا دائما كتكون المنفجرات كنعرفوا ان بعض المرات المناخ الظروف ديال الدول اللي كتكون فيها كتلعب على بعض المحترفين في مستوى عالي اللي ما تيبغوش يبقاو ويعطيو نفس العطاء اللي تيعطيوه مع الفرق ديالهم في اوروبا كيايا توري مثلا دابا ويلفريد بوني اللي منتقل حديثا لمانشستر سيتي دونك يمكن نتوقعوا مفاجآت مي ما غتخش على المنتخبات الكلاسيكية باستثناء يمكن بوركينا فاسو اللي ما كانش عندها الحظ الجزائر اللي مرشحة على فوق العادة والكوت ديفوار فهذه المنتخبات اللي تقدر تكون مرشحة للفوز بكأس افريقيا درجة اقل غانا لان غانا في نهاية جيل تغيير لاعبين جدد وغانا ما بقاتش عندها ديك القدير انه ولا كتوصل نصف النهائي ولكن ما بقاتش عندها ثقافة الفوز باللقب وهذه شفناها منذ مدة بالنسبة للكرة الغانية صعب أن غينيا الاستوائية تنجح الكأس يمكن خص الضافر الجهود ديال الاتحاد الإفريقي وكنت المغرب اقترح أنه يعطي مساعدات لأن كتعرف أنها ماشي دولة عندها بنية تحتية كبيرة فهي بحال نقولوا اعتقاد الاتحاد الإفريقي لأنها في آخر شهرين وبانت الصعوبات ديجا في البداية بوصول الوفود أن كاين صعوبات كبيرة تنعرفوا أن كاين جوج الملاعب فقط هي كانت دارت مشترك مع الكابون فصعب صعب اللي كاين هو انه خص الضافر الجهود لي غير الاستوائيه تنظن انه يكون عندها مشاكل كبيره في التنظيم ديال كاس افريقيا 2015